تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن شكره لجلالة الملك المفدى على ما قامت به مملكة البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني بما يجسد تضامن المملكتين ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي. قد أكد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال عمق العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الشقيقة الكبرى ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.